بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للمجلة 24. كنشكروا على هذا الالتفاته اللي عمل اننا نوصلوا الصوت ديالنا للراي العام كموظفين الاناره العموميه في جامعه تطوان. كما لا يخفى على الجميع انه في الاسبوع المنصرم تعرض الزميل ديالنا عمر بن الحر لواحد حادثه صعق كهربائي وهو اثناء اداء المهام ديالو في اصلاح الاناره العموميه في واحد الحي اللي كيتسمى كره السبع. من خلال الادوات الاشتغال اللي كانت يعني دون المستوى خاصه الكاميون الشاحنه اللي ما كتمتعش بواحد العزل اللي هو كافي، الصعقه الكهربائيه ذات التوتر المتوسط ضرباته اصابته بحروق على مستوى الراس واليد ديالو اليمنى، السيد اغمي عليه في عين المكان. والادهى من ذلك هو اننا لا نتوفر على تامين، وهو حال جميع الجماعات الترابيه داخل هذا الوطن الحبيب في المغرب. كما كتعرفوا ان التامين هو واحد المساله حيويه خاصه للناس اللي كيشتغلوا في مثل هذه الميادين اللي هي خطيره، خاصه توزيع الماء توزيع الكهرباء ولا الشركات. احنا كجماعات منذ اكثر من 10 سنوات ما عندناش التامين بدعوى انه كانوا كيستافدوا منه الناس المؤقتين، ودابا احنا كموظفين ما عندناش الحق في التامين، وهذا اللي كيجعل الموظف الجماعي دائما عرضه للاخطار وكيشتغل بواحد النوع من الخوف والهلع وكيوصل لواحد المستوى الذي لا يحمد عقباه. هو الحاله اللي عندنا دابا اللي كاينه هي والاخ عمر بن الحر. احنا كموظفين ديال جماعه تطوان بالاضافه الى ان التامين ما كاينش، كذلك حتى الادوات الشغال كاين ادوات رديئه بحال الادوات اللي كيعرفوا القاقات يعني ديك المفكد البراغي ولا على مستوى اللباس. اللباس كاين واحد النوع كما كيقولوا له الوزره ولا الاحذيه اللي هي تيب نموذجيه كيديوها الناس الاناره وكيديوها الناس الميكانيك والناس الاشغال دون يعني دون انهم يعتبروا الحاله ولا طبيعه العمل الناس الاناره العموميه وتعمل لهم لباس خاص وادوات خاصه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا قناة 24 على تغطية هذا الحدث. أنا كسائق شاحنة الإنارة العمومية اللي كنت حاضر على هذه الحادثة المؤلمة اللي كتأدي واحد للوفاة ديال الأخ ديالنا عمر بن الحر، يعني واحد الصعقة كهربائية قوية. الأسباب ديال يعني راجع أولا الملابس الوقايه يعني ما كتوفرش فينا، والشاحنه حتى هي كذلك اللي ما عندهاش واحد فهمتي غير صالحه للاصلاح يعني للصيانه. اللي نقولوا ديك الصندوق اللي عندنا كنطلعوا فيه يعني كيجيب بلاستيك، احنا عندنا مدور بالحديد، هذاك السبب الرئيسي اللي ادى لهذه الصاعقه. وانا كسائق وكمساكنة الحي بوسملا الكرة السبعة، احنا المشكل عندنا هذاك الدفع المرتفع اللي عندنا عده شكايات في هذا الموضوع لشركه امانديز قريب من الساكنه وقريب من العمود الكهربائي، واللي الشركه ما لبتنا حتى شي نداء اللي ما عندها لا حاسيب ولا راقي في هذه المدينه. وحنا كموظفين الجماعه كنتضامنوا مع الاخ ديالنا السي عمر بن الحر وكنطلبوا الشفاء العاجل. السلام عليكم. كنحيي الصحافه اللي جات باشتنا يعني اللي كنطلبوا بصراحه كنطلبوا يعني ما كاينش شي واحد ما عندنا الضوء وامن وامل. الاناره العموميه جماعه تطوان الاناره العموميه هي الضوء امن وامن، لابد ان البلاد تشعل. لما كل تقريبا كل دار عندها بومبيه وبلاد كامله شعله، فلهذا الفضل من كيرجع؟ كيرجع عند الموظفين ديالنا ديال العمال ديالنا. وخصنا يعني خص الاداره خص الجماعه تباشر الماتريال الاخطار، لان الشاحنه الرافعه كي كترتفع الرافعه وهي الصندوق ديالها مدور بالحديد يمكن كيسبب الكهرباء كيعطي اقوى الكهرباء يقدر يقتل. هذا هو التصور انت العامل طلع يعدل هو ما عندوش التامين، ما عندوش التامين نهائيا، ما عندوش الماتريال ما عندوش الادوات، وهذا هو الاخطر. يعني هذا الشيء هذا يعني كيف كيقولوا اذا اكل الثور الابيض
يعني لابد الانسان ما غاتجيه حتى هو الضربه الثانيه مره ثانيه، اذا اكلتو كما اكلوا تصوروا الابيض. يعني تصور دابا ما عطيتيش القيمه للاناره العموميه، ان هذا العامل كيفاش غادي يخدم، كيفاش غادي يشوف الصديق ديالو تضرب، ولا كيفاش غيمشي عند العائله. دابا هو السيد يمكن يتوفى الله لا قدر الله، غادي يخلي ولادو يتامى، اش غادي يعمل له نص التقاعد؟ اش غادي يعمل له نص المنضات التقاعد؟ بالنسبه للدورات التكوينيه، واش الجماعه خاصت تكون شي دورات تكوينيه مستقبلا ولا سابقا ولا ما خاصتش؟ لا كاين شي تكوين دورات تكوينيه، كاين اخرى ديال اللغه مثلا، ديال الاعلاميات، ديال بوست اوفيس، شي حاجه بحال هذا. اما ديال الاناره العموميه ما كاينش نهائيا، ومع العلم كنخدموا الاعياد والسبت والحاد والليل والشتاء والبراق والرعاد والضغط ديال المواطن. يعني ومع العلم ما كنجبروش حتى شي حاجه باش يخدموا، يعني الوقايه حنا ما كنطلبوش السلك ولا البومبيه، حنا كنطلبوا الوقايه بحال دابا السيد مسيب خصو يطلع من الرباط، خصو يشوف احسن مستشفى، باش العام كيف يشوف بان تنقذ هذا الاخ ديالهم حتى هو كيتشجعوا في العمل. حنا هما طالبين منا الساعه وطالبين منا الوقت وطالبين منا الضوء نشعلوه في البلاد، وزودونا احنا مستعدين خدمنا 24 ساعه على 24 ساعه، ولكن يزودونا هالخطر. دابا الرعب، دابا الرعب ساكن في الاخوان الرعب. يعني تصور درجه التحراق، مره خطا السيد داو عند السبيطار تنفخ يدو ماشي، هي تقريبا كل ايام كيوقع هذا الشيء هذا. اما السيد يقول ما غيحلش المشكل، ولا ما تزودش العامل بالماتريال عاد غيكون شي حاجه. اما التامين، التامين غادي يقول هذا الشيء على صعيد المغربي، نستناو هادي حتى يجي يمشي بحال. حنا خصنا الادوات ضروريه، الادوات الضروريه هي اللي المهمه. كيف يطلع الشخص في الشاحنه، ماشي دابا يقول لك قدر الله الشاحنه عندها الحدايد ومعليه الحدايد من تحت، لا كانت تحرق كل شيء. السلام عليكم، تحيه نضاليه. احنا جيناك هنا كمصلحه الاناره كصفتي تقني، كنضمن مع اخوان ديالي والاخوات ديالي على هاد الفزيعه اللي وقعت. ما بغيناها حتى شي حد، وجاد من اخ عمر بالحور كلنا عمر، وحنا قبل منه سبقنا وقعتنا الحادثه، ماشي جوج ماشي وحده ماشي ثلاثه، وكعيان بلغوا ولكن ما كاينش العين اعتبار اللي كتعبرنا. وكحنا كمصلحه الاناره كجنود في الخفاء صاب الصديق ديالنا، وما كاينش اللي ازرو. حنايا كجنود خفاء القليل من المواطن كيعرفنا، ولكن المواطن كيشوف احياء ولا الشوارع ولا الازقه كامله مشعوله. باش مشعوله بهاد الناس هادو اللي كيغامروا بانفسهم، النقص في التغطيه الحاجيات ديال العمل، النقص في المعنويات والتشجيعات. هاد الناس، هاد الجنود بالخفاء ما كاينش شي تأطير، ما كاينش شي منحه، ما كاينش شي مردوديه. الناس منسيين يخرجوا غير العمل، ولكن شنو كيطلبوا؟ كعيان طلبوا، ما كاينش اللي كيحقنا الطلب ديالنا. كيف يعقل حنا في المصلحه الاناره كنخدموا بدون احتياط من نفسنا ما كافياش، كنخدموا بالضوء مشعول، كنخدموا في الحفلات، في الملاعب القبر قرب، في الاسواق، احنا هما اللي كنشعلوا تطوان بمصالحها كلها، بالملاعب، زياره الملكيه من سيدنا الله ينصرو، احنا اللي كنكونوا سهرانين في النهار وفي الليل. ما كاينش اللي يحفزنا، ولكن ما كاينش اللي من قلب الرحمه يشوف من حالنا شنو كنطلبوا. هل يعقل حنا كمصالح مصلحه الاناره كنخدموا في ضوء ماشي ضوء منزلي، راه الضوء اختار قوي بزاف، يعني كل نهار يكون حادث، وكل نهار كنتشكى، وكل نهار كتجي فينا حركه ما كتكونش صاعقه بحال اللي جات الاخ عمر، وكتجي فينا وكنسكتوا. علاش تنسنا هذا التهميش وماشيين معاه؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو